المصريون لا يعرفون قيمة بلادهم ولا يعرفون قيمة أنفسهم. لقد بعثني الله لهم كي أعيد اكتشافهم واكتشافها. أنا لست تركيا، فإني جئت إلى مصر صبيا، ومن ذلك الحين مصرتني شمسها وغيرت من دمي وجعلته دما عربيا. إن من الأقارب أقارب، وإني لأخاف على نفسي من أهلي لا من أعدائي، فهم أعرف من غيرهم بنوافذ ضعفي. أمة جاهلة أسلس قيادة من أمة متعلمة. من هذه اللحظة سأعمل على أن أحول مصر إلى قطعة من أوروبا. لن تقاس فترة حكمي بالسنوات بل بالدقائق، فكل دقيقة في عهدي سيكون لها معنى وستنجز فيها مهمة. قادر يفتح عينه. يلا انت وهي، يلا بلاش ميصة. انت هناك، يلا قومي. هذا يوم مش يشبه اي يوم، هذا يوم ميلاد افندينا الخديفي اسماعيل باشا. لازم امور تمشي صح، في حفل كبير يحتاج شغل كتير، ممنوع اخطاء. خطا واحد يعني مصيبه كبير. مصيبة لما دي الهافك يا شيخة يا رب. قلت يا نفس بالبرطمي كده ليه على الصبح؟ واللي يشوف وشها ده يصطبح بصبح سرخان مهانم. ايه ده؟ ايه اللي في رقبتك بنت؟ في ايه؟ في ايه؟ ده دهب بنت؟ اوعى تكوني سرقتيه من فوق. خربتك يا عزيزة، هتترفدي يا عزيزة. حطي صوتك، سرقتي ايه جنودة ايه؟ ده هدية، هدية من عليك. ويطلع بقى مين سعلوة بتاعك ده؟ تفتكيني ليه وبتاع ايه؟ وبعدين انا محتاجة لها ارحمي بقى شوية، انت كل حاجة تعملي معايا كده حاجة رهيبة كده. انت فاكر نفسك فين؟ في زريبة عند ابوك؟ هنا سرايا. انتوا الاثنين افطر يوك هذا الصباح. والنبي قولي لي يا حبيبتي، اصل انا جديده ومش فاهمه اي حاجه من كلام الست الكشره اللي هناك دي. هو يعني ايه افطر يوك؟ يعني مفيش فطار عبال عندك يا اختي. الشر بره وبعيد. لف يا اختي هتم سعادتك. انت اسمك ايه؟ اسمي سعديه، انا اتقبلت في الخدمه امبارح. انا بقى اسمي امونه، بقالي هنا 7 سنين. يا لهوي، 7 سنين مستحملة الست الكشرة دي؟ ده يتفوت لها بلاد. سر خانم، بكرة تتعودي عليها. هي كده شكلها بومة بس قلبها ابيض، حاجتين اتنين بتكرههم كره العم، اوعي تيجي جنبهم. وهم ايه؟ الكسل والرجالة. طب الأولى مقدورة عليها، التانية ايه بقى؟ يخيبك يا سعدية. انتي بنت هناك، فيكي ايه بنت؟ مفيش حاجة يا ست سرخان، أنا تمام كويس. يلا تحركات سريعة، تحركات. هو أفندينا بقى عنده كم سنة؟ 30 سنة. 35 سنة. مش مهم عمره، المهم إن لحد دلوقتي أي واحدة بتخرج من جناحه بعد ليلة واحدة بس في حضنه بتنسى قلبها معايا. وانت ايش عرفك يا أمونة؟ تكونيش زرتيه في الجناح بتاعه؟ اختشي يا سعدية، ده الجواري بيقولوا عنه حكايات ياما. أنا سمعت كده كلام تشاش منهم وأنا بنضف الحرم. دول بيقولوا عنه ان قهقه. يوك هو يعني ايه الكحكحه اللي اتقالت بقى دلوقتي دي؟ بقى هتسمعيها هنا كتير، يعني الضحك ممنوع. دي بركه اللي بتخلينا نتنفس. اسمه ايه بنت؟
تقف هنا ورك. وداد فين؟ ودي وداد معرفش يا ست سر خانه. بتنام في اي مكان هي؟ بتنام في السرير تحت ده. انتي بنت كسلان، قومي قومي بنت قومي. بنت مش تنام في سرير طول الليل. عقلك سيز، ادب سيز. لما تصبح في ايدي راح يكون في حساب عسير، بس اعلم راح تفيد. الفطور جاهز، الفطور جاهز، الفطور جاهز، الفطور جاهز، الفطور جاهز. اجمع السفره دي منك له. افتح ودانك معاي كويس. الملابس دي اهدى بعد حفل عيد ميلاد افندينا. عايز اخدها صح سليم زي ما استلمتوها، فاهمين؟ مقاس 5، مقاس 6، مقاس 4. مقاس 4 يا نغه؟ ده ايه الحلاوه اللي انت فيها دي؟ وبعدين يا حلوه ايه اللي جايبك معانا هنا؟ ده انت المفروض تروح الحرام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ اوعى الله. ايه ده؟ امسك نفسك. ايه ده؟ امسك نفسك. هو بيضايقك عشان تضربه، روح اشتكي لعم عمبر ويرفدوك. انا مش عارف الجدع ده ماله ومالي. عشان خدت منه ست الحسن بتاعته امونة. قسما بالله لو رجعت تاني بعد دقيقه وما شفتش كل الجنينيه على المغاسل اللي اكون خاصم منهم كل واحد اجره اسبوع بحاله. يا هاجر يا نور يا اسفل سافلين البشر، انا عاوز النهارده الجنينه تكون جاهزه قبل حفله ميلاد افندينا، فاهمين؟ فاهمين يا سيل. يلا. عارف حرمك الخديوي فيه كام جاريه؟ كام؟ 300 بس. ايه كل جاريه من دول تقول للقمر قوم واني اقعد مكانك. يا سلام. بالك افندينا بيختار الجاريه اللي يقضي معاها الليله ازاي؟ ازاي يا فهيم زمانك؟ بيقول لك عنده طير اسمه سعد يطير من على كتفه سعد، ويحط على راس جاريه من 300 وتبقى ليله السعد عليها. يا سيدي بقول لك ايه؟ ايه صحيح الخديوي قتل اخوه احمد رفعت باشا عشان يستولى على الحكم؟ لا دي انا معرفهاش. يا سلام على لقمك، بقى عارف كل حاجه في القصر الا دي. بس انا لو مكانه كنت قتلته برضك. دول 300 جاريه عبيط، ده غير ثلاث زوجات بيتنافسوا على ارضها. ده لقتل ابويا وامي مش بس اخويا. يا ساتر. اما مية جران كوكو واقف في مطبخ من صبح، وعمال بتوع تقطيع بصل بومودورو لساته نايم في سرير. اسخى اسخى انت وهيه، اسخى اسخى. مش معقول في نابولي عمال لازم اصحى الصبح بدري قبل ما يسيح ايديك يحضر كل حاجه للشيف. هنا كله مقلوب، كله مقلوب مقلوب مقلوب، كله نايم زي التور. اما مية اما مية. يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم على الصبح. اصطبحنا وصبح الملك لله. ايه ده؟ ايه ده؟ بقيت حرمة؟ ايه حصلك؟ يا زينهم يخرب بيتك. ايه يا حسن فيه؟ يا حسني لو تحتي ازاي سيبني انام هنا؟ راحت عليا نومة. يا نهار اسود، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هخرج ازاي؟ انا هطلعك نهار ابوك كحلي وماهوش معدي. انت اتجننت يا اله؟ وبعدين انت استغفلتنا ازاي ودخلت السنيوره دي؟ بالك لو حد شم خبر والنعمه لا يضربك بالكربان. اقفل خشمك انت، انا هتصرف. ايوه هتتصرف ازاي يعني؟ هتسحرها يعني؟ لا انا هقول لك كيف. الله يخرب بيتك يا زينو. ايه يا حسن؟ ايه يا زينو؟ ايه يا حسن؟ انت كلمت ولا ايه؟ انت مالك ومال؟ انا مالي يا زينو؟ اسمع يا حسن. اسمع. انت فاهم اخي زينو؟ ايه يا فاهم؟ ما تهونش الحياة. انا مش عاوز اسمع نفس. انت بغصر على الدين. بلاش دلع ومياصر. كل واحدة تدخل عشان تعينها كلمة، ولو ما حد عينها هتبقى بحرامك الخديوي. لابد من حساب عسير معاها، بس تمسكها انت. ادب يوك، اخلاق يوك، لازم تطلع من تحت الارض، مفهوم؟ تعالي فيت، انلفي لي زابي. اقلعوا اقلعوا. Thank you.
عاصفة. وصيفة خليك تنفع دادا للأمير فؤاد في جناح فريالهان. تنفع فحرم لك الخدمة، خلوها تفطر الأول بعدين خدوها للحكيم يتأكد لو صالحة صحيا ولا لا. خبزي يقلب ايدي وزن زائد كتير، مش تشوف نفسك في المراية فستان هيفرقع من عليك. لازم تخلصي من الوزن ده بسرعة. ربنا ياخدك يا رب عشان ارتاح منك بقى. انت ليه جبتي لنفسك؟ قلت لك من الاول ما تحزقيش الفستان بالشكل ده، هيفتكر انك تخنتي. قلت لك شكلك مش هيعجبه. مش مهم يعجبه، المهم انه يعجب ابوه. مامي عرفت مامي؟ بتعمل ايه يا وادي عليوه؟ انا بات. طب بالراحه لحسن تصبر. وانت يا اولاد شدوا حيلكم شويه، لازم تجهزوا الخيل قبل وصول الزوار لملاد الخديوي. فاهمين؟ انا فاهمين. خلاص بقى يا حسن، خلاص سامحني، ما كانش في عندي طريقه تانية. يا سلام، تقوم تضرب صاحبك عشان خاطر واحده زي دي؟ اوعى تجيب سكه وداد على لسانك. احنا خلاص هنتجوز. تتجوزوا؟ هو ما بيبصش ناحيتي ليه؟ هو مين ده؟ سليمان. كنتي مش شايفك؟ شفتها بس مش قادره ابص في عينيها. اوعى تكون بتحبها. لا لا، دول ما بتحبوش، دول حاجه تانيه خالص. اطفحوا من سكات، اطفحوا من سكات في يومكم اللي مش ماشي ده. ايه يا عم مالك متضايق ليه؟ ربنا يمشي اليوم ده على خير. ده انا بكون قاعد على نار، ما برتاح إلا لما آخر صفرجي يجيني لغاية المطبخ بعد ما يوكل كل الناس اللي حواليه بدون ما يتكسر صحن ولا تدلق مية. يا سيدي ما تقلقش بقى، أنت كل سنة تقعد تعمل لنا الهيصة دي وتفضل قلقان. ما تقلقش، اليوم هيعدي على خير. وبعدين أنت مدرب رجالتك كويس قوي، ما تخافش. ده الحمير، ده الحمير يفهمه هم ما يفهموش، ده أنا بدربه 6 ساعات في اليوم. مالك يا سر خان؟ وشك باين عليه الزعل. انتي مالك جنيني؟ انا كده وجهي كده. وايابه نفسه. صباح الهنا، صباح الورد عليكم جميعا، كل سنه وانتم طيبين. مناسبه عيد ميلاد افندينا ينعاد عليكم جميعا بالخير. هيجي منين الخير؟ ده اشرق. بعتلك بنت النهارده زي القمر. رشحتها تبقى في حرملك افندينا. داهيه تحرقهم الكل كليله، يقولنا مكسورات الجناح. ليله في حضن افندينا ما تعرفيش تكلميها بعد كده. لا والاكاد عايزين يحكموا القصر. بونجورنو توتي. بونجورنو. بونجور.
اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة صباح الخير عليكم جميعا. صباح النور. بونجورنو. 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 أنا عارف إنه يوم متعب لينا كلنا. لكن أفندينا بيعتمد عليكم وعليا علشان كل حاجة في الحفلة تكون بريشيزا. مش عايز فيه جلطة. كل حاجة في الحفلة لازم تمشي بريشيزامنتي. أفيتي كابيتو؟ سي. مالك؟ في ايه سير خانم؟ في خدامة مش نايم في سريره طول الليل. كم؟ هيكون راح فين خدامة دي؟ الحرام لك. ايوه. طب انت اصلا بقى لساتك بنت ولا مش؟ اصل انت لو مش هتوصلي القلب الخديوي. ولا انت مش عارفه؟ يا خيبتك يا وداد، الظاهر ان انا مش مكتوب لي اشوف الهنا والسعد. لا هتشوفيهم على ايدي انا، هتشوفيهم ولا من شاف ولا من دري. صحيح. طب هتاخد ايه مقابل الكلام ده؟ مش دلوقتي. انت بجمالك ده تقدري توصلي لغرفة الخديوي، بشوية ذكاء هتوصلي لقلبه كمان، ساعتها بقى هاخد. خدي يا حلوة، دي ورقة لائق صحية، مبروك. انت فاكره نفسك فين؟ انت هنا في سرايا عابدين، انا دلوقتي قادر اضربك بنار. ما خافش غير من اللي خلقنا، ما بروحش من هنا الا لما اجي متعمد. ماما ميا ماكي ستوبيدو، ارموا برا برا. دماغي يا ناس، شيل يدك عني، انت متعمد. ابو زينك انا هربانه من اهلي. ايه ده؟ ست وجاي تستخبي هنا؟ ابو زينك ما تفضحنيش. ما تخافيش، مش هفضحك، انا هعمل فيكي معروف مش هتنسيه ابدا، بس يكون في علمك المعروف ده تمنه غالي غالي قوي. انا مش هرفض لك طلب. ماشي، تفعل تفعل نخلة. ليش من زور؟ وانت مين انت؟ ده نعمان بيك مستشار التزوج لجلال الخديوي، يعني كلمه واحده مني يقدر يطير الجيش ده كله اللي بيشتغل في المطبخ. يتقلب من حفظ الله. سلام. فوق راح هيلا شفنينه يعتمد. جراتس ميلا جراتس. ايه ده؟
انت اتهبلت يا راجل انت؟ انت كنت في وقتك لما حضرت الاطباق دي؟ ليه بس يا نعمان بيك؟ وكمان بتسأل؟ طاجن البامية كله سكر، اصغر شيف عندي هنا في المطبخ يعرف ايه الفرق ما بين الملح والسكر، ده لعب عيال. ايوه طب غلط، مفيش نقاش، الاكل ده لو صاعد للتشريفات كان هيبقى اخر يوم في حياتك. الطبق ده هيتلغي من المنيو، وانت تخلع مع عيالتك وتسلم عهدتك، لانك كنت هتسببني في فضيحه. انتي مجنون؟ ازاي تجرأتم دخول غرفتنا؟ اطلعوا برا، طبخ بعتوا برا. سرخان، انا افتكرتها غرفتي، سامحيني سرخان، انا اسف. لا، وبنعرف كمان نرقص حتى. بصي اخرسي، لا اضربكوا بالعصايه دي وارميكوا برا القصر. طب ولما الخديوي يسالك عليا ان انا اشرقت ويقول لك فين حبيبه قلبي قمر، عايزه اقضي الليله النهارده في حضنها، هتردي تقولي له ايه؟ ها؟ ها؟ زمن عهر، زمن سخف وقله ادب.
مالك يا دادا أشرقت؟ في إيه؟ عملوا لك إيه البنات دول؟ ما عملناش حاجة يا كالي مامي، هي اللي على طول كده، دايماً مش طايقة النسمة وزعلانة كده على طول. ولو حبيبتي أنا كالي مامي وعارفة كويس قوي إنك ما انتيش سهلة أبداً يا قمر. ما سألتكيش اسمك إيه؟ اسمي؟ أيوة أنا اسمي شمس. شمس شمس، اسم على مسمى. فرجينا بقى هتعملي إيه وتاخدي مكانك في قلب الخديوي بدل قمر. ألف مرة قلت لك اسمي نازلة هانم، ما بحبش العمة باشا، بتحسسني إني بشنب ودق. آسف معالي العمة باشا، قصدي نازلة هانم. مين اللي عمل لك القبعة الجميلة دي؟ أمي اللي عملتها لي. الله، دي حلوة قوي. إيه رأيك تديها لي وتاخدي بتاعتي؟ أنتِ خفتي كده ليه؟ إيه في إيه؟ البت دي عملت لك حاجة ست هانم؟ لا، ما عملتش حاجة. دي شاطرة قوي. خدي. لا ده كتير والله. اشتري لها هدية. دي بمناسبة عيد ميلاد الخديوي. انت عارفه الخديوي يقرب لي ايه؟ ايه؟ ده يبقى ابن اخويا. انا شفته وهو صغير لما كان قدك كده. هتديني القبعه؟ ميرسي، خدي دي. حلوه. ربنا يكتب لك في كل خطوه سلامي. اميره صحيح بنت الصور. الا هي دي ام الخديوي؟ اعوذ بالله تقفل من بوجه. دي الست نصبيهان، انما امه وليا كشف مناخيرها في السم. الوردة باشا أمان ربي أمان، أمان ربي أمان. قصر سلطاني في تغييرات كبيرات كل يوم، قلبي موجوع من تغييرات. يوش يوش جلالة والدة باشا، يوش يوش. كل عام وجلالة الخديوي بألف خير. التجهيزات والتحضيرات لعيد ميلاد جلالته على أفضل ما يرام، وأنا بشرف على التجهيزات والتحضيرات والتجديدات بنفسي. صباح سعيد جلالة الوالدة باشا. صباح تعيس فخر الدين. جلالة خديوي يعمل تجديدات في سرايات كل سنة. تجديدات سبب خراب ألم. أساس قديم يصبح أنتيكي.
سجاد قديم يصبح أنتيكة، لوحة قديمة تصبح أنتيكة، أنتيكة قيمة، تجديد قبيح فخر الدين. آسف جلالتك، بس دي تعليمات جلالته. انتي بنت، ايه دي؟ بقعة في صدرية؟ أنا سرخانم؟ أمر جلالتك. إزاي في بقعة في صدرية؟ اعتذرت. في قصور محترمات في أصول. اعتذرت. اعتذرت مقام فلتة باشا. اعتذرت. ارجعي بدروم حالا. تغيير صدريات. بسرعة بنت بسرعة. سفرج عنبر؟ ربنا يستر يا رب. أمر جلالتك. ليه كل سفرجي مش طول واحد؟ لا لا طول بعض. كلهم طول بعض والله. وقف سفرجي. وقف كويس. شد 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 شوية على رأس مصابعينك يا حمار. أنت هتضيعني ولا إيه؟ طول مرة واحدة الولد اللي هناك ده. تحرك يا خواجة. تحرك. خليها تطلع من هنا قبل ما تطلع روحنا بقى. بكورتو. سينيورا مادري ريجينا. بير فافوري. بير فافوري. عزمتك مش لازم إتي بنفسك. عزمتك ارتاح في أوضة لحد ما يجي هافلة. ارتياح يوك، ضمير يوك، انضباط يوك. فين جلالة خداوي؟ جلالتك ياسين الشام الشرقي بيقول إنه جلالة الخداوي لحد دلوقتي ما فتحش باب أوضته. أمان ربي أمان. جلالة خداوي مش يتصرف تصرفات ملوك. في وقت مقدس للإفطار مع حضراتنا في قصور محترمات. لابد أن أتكلم مع جلالة خداوي في تجديدات. مش كل شيء من الغرب نقلد. عندكم تخشوا كنيسة تخلع قبعة، نحن ندخل مسجد نخلع حذاء. أنتم تقرؤون من اليسار إلى اليمين، نحن نقرأ من اليمين إلى اليسار. مش كل شيء في الغرب نقلده. أكل صز، تجديدات خراب. يلا سفراجي في 60 ده. يلا يلا سفراجي انت وهو. يلا كل واحد يروح يشوف شغله. بونجور طلبوت. انا رجعت. اهلا نزل هاني. اهلين العمر. اهلا عنبر، ازيك؟ اهلا وسهلا. يلا دي عشانك. يا سلام. شكرا للعمة باشا. ستيفان، الساعة دي ايه رأيك؟ كوانتو بيلو ماما ميا. جراسي جراسي ميلي. اتمنى تعجبك يا سيدي خان. تشكرا. انت يا فخر انت سمنت شوية مش كده؟ اتمنى القميص ده يجي على قدك. متشكر نزلان. متشكر جدا. وهديتي للخديوي الكرسي الهزاز الجديد، ايه رأيكم؟ جميل. ايه دي كرسي غبي؟ دي هدية العمة باشا لجلالة الخديوي. كرسي هزاز. موديل جديد. بصي جلالتك. كل جديد بالعقل. أكل صز، منطق صز. ايه اذا تجيب كرسي هزاز لجلالة خديوي؟ جلالة خديوي مش طفل وكمان مش عجوز. ازيك يا خشيار هانم؟ وحشتيني ووحشتني عصبيتك قوي. نحن ايضا اشتقنا لكم. تعال نزلة نشرب شاي في حديقة زجاجية. مش مفروض توقف مع خادم. نشرب شاي؟ شاي شاي قوت. أمر جلالتك. تم بدخل تس. فوالا ماريا، أنت تستحقي أن كادو بريسيو. رضاك عني أكبر كادو لي يا برنسس. يعني صفيناز مراته الشركسية مش هتجيب عيال؟ مستحيل.
مع الدواء اللي بحطه لها كل يوم الصبح في العصير. انت عارفه يا ماريا ان دماء العائله العلويه مش لازم تتلوث بنسل الشركس. اديكي شايفه نتيجه جوازه من شفق ازاي اولادها بيسيئوا لدماء العائله العلويه. امير فؤاد، فين كوبلت الصباح يا ولد؟ مغضبه. معقوله يا فؤاد؟ معقوله الدخول الفرنسي مش بتجيب معاك نتيجه؟ مغضوبه ماما. ايه ده؟ في اصول لازم ما تتنسيش يا امير. الكرسي بيتقعد عليه دو دوغات وبيان دو جوش. من يمين الشمال ماما. شمال شرقي عمر. عمر. ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ باكل. او مون ديو، انا الف مره قلت مفيش اكل قبل مرور 10 ثواني. لازم تتحكم بمشاعرك يا فؤاد. النهارده بين ايديك طبق في اكل، بس بكره هيبقى بين ايديك دوله كامله، ومفيش اي قرار يتاخد من غير تفكير. فاهم؟ بغضبه ماما. النهارده عيد ميلاد الخديوي، وانا عايزاه يشعر وهو بشوفك انك هديتي ليه. فاهم يا فؤاد؟ فاهم ماما. انا عايزاه يفهم ان ابنه اللي بيتربى في كنف فريال هانم مختلف تماما عن اولاده اللي بيتربوا في كنف اي حد تاني. شمس شرقي عمر، ارفع الصحون. اتعلم تقاوم رغبتك. الرغبه مقبره الرجال. انا وزدت اشعر بالجوع ماما. ولد. حاضر ماما. بوت غلتاس، لو كوافور ومسؤوليات المانيكور والبيديكور وصلوا. بونجور برنسيس فريال. بونجور مسيو بيان. Veuillez attendre dans la salle. Merci. أمال هياخد فريال من المحروسة ويسيبك؟ أمينة، عيب يا حبيبتي اسمها طنط فريال. دي مهما كان برضه مرات أبوكي. وبعدين هو لسه ما قررش. وأنا سمعت إنه هياخد صفيناز هانم. شفتوا؟ اديكي انتي بتقولي كلام واختك بتقول كلام تاني خالص، يعني كله كلام مش مضمون. والنبي انتي اللي طيبه يا شفق هانم، مقام صفيناز هانم ومقام فريال هانم ده سايسهم ومكايدهم ما بتنتهيش، ده كل واحده رسمه ان الليله دي تكون بتاعتها. انا بنفسي شايفاهم وهم بيتحففوا. الهي كلمهم تومه وتفرقهم شومه. ابتدينا صرصره الصباح يا جمالات. ولا واحده فيهم تعرف الخديوي زي ما انا بعرف. هو بيدي حنيته واهتمامه للكل، بس قلبه مش لحد. سيبيهم يتنافسوا عليه وخلينا نتفرج. صباح الخير يا أم. صباح الفل يا نور عين أمك. بنرغم أمو شفق. أهلا أهلا حبيب قلب ماما شفق. ممكن أفطر معاكم؟ طبعا يا حبيبي. هو أنت ما بتفطرش في الجناح بتاعكم؟ أمينة عيب الكلام ده. اقعد يا حبيبي اتفضل. اقعد. عاوزاك تاكل من اللي انت عاوزه. قولي بقى، تحب احط لك من ده ولا من ده؟ من الاثنين. وعلى كده بقى مقام فريال هانم، عارفه ان سموك منورنا هنا؟ انا استنيت من لغايه ما دخلت من باديكيو ومانيكيو وفيه وجيت على طول. يا نهار اسود، دي لو عرفت هتطير بقى الدنيا. جمالات، الامير فؤاد خرج من بيته وجي لبيته التاني. انا بحبك قوي يا امو شفق. ايدي كنت مالت حبيبي. بونجور شفق هانم. باردون، بس برنسيس فريال منع الامير فؤاد ان هو يروح اي مكان بدون علمه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماريا؟ الامير فؤاد ما راحش اي مكان، ده جه بيته التاني. انا مش عارفه ليه فريال هانم بتعمل تكلفه كده. العفو سموك، بس دي تعليمات برنسيس فريال، هي منعاه نهائيا ان هو يختلط باي حد بدون علمه. بس شفق هانم مش اي حد يا ماريا، هي في مقام والدته. اسكيزي ماما، مقام عمه بيش. انا ما قصرتش. يا هاتي بوسه. جيتي امتى؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. حالا كومون سافا لي زانفون؟ سافا بيان ميرسي. انا جبت لكم دي كادو من باريس. وانت يا برنس فؤاد، انا جايبه لك كادو مخصوص عشانك. ميرسي ماطان. قولي الفريال هانم الامير فؤاد هياكل مع الاميرات ومعايا. امرك. سيبك غفرانه، ما انا شبعت خلاص. الولد ده بيصعب عليا.
انتوا مستعدين لعيد ميلاد الخديوي؟ هوري حضرتك الفستان اللي امي جابتهولي عشان عيد ميلاد ابويا. بنت اسمه جلال الخديوي افندينا، كلمه ابونا مش تتالف قصور، مفهوم؟ مفهوم. انت رايحة فين امير توفيق؟ عيب عيب تترك صحن مليان، لازم كله يخلص او تاخد قليل. عيب. امر جلالتك. انتي شفق، في قواعد في اصول، عشان كده في فوق في تحت. مفيش اولاد يقولوا للخديوي ابونا. بس خشيار هانم قبل ما يكون ملك هو ابوه. يوك هو ملك قبل ان يكون ابوهم، وهو هنا ملك. حضراتنا من عائله ملكيه، اولادنا ملوك من يوم ميلادهم، ملوك. مفهوم؟ مفهوم جلالتك. نزله هانم، افكار ثوره من فرنسا مش تخش سرايات، تبقى في الشارع، ناس مقامات. الله خلقنا درجات، لازم نبقى درجات. وانت شفق، انت بس تقول فين تجهيزات لحفل جلالة خديوي؟ مقام والدة باشا، الحمام جاهز سموك. باقي 5 ساعات لحفل خديوي، وانتي استعداد سز، تهدير سز. امان يا ربي، في ضيوف من جميع انحاء العالم، هيئتك هتعمل احراج كبير لجلالة خديوي. بوني وشكلاني اكل سز. معلش يا شفا. لا ابدا، انا مش زعلانة، أنا عارفة من الأول إن أنا اتفرضت عليه من الباب العالي وما كنتش اختيار. ما تقوليش كده، سي با فغي. أولاً جلالته أكبر من إن حد يفرض إرادته عليه. ثانياً كل حاجة بإيدك. أنا مش هقدر أجاري صافي ناز وفريالي. لا سني ولا شكلي ولا جسمي. أنت عارفة هديتك إيه؟ أنا قلت لياسين مسؤول الجناح بتاعه يخلي كل الورق اللي يسحبه من الصندوق يكون باسمك، يعني أي ورقة هيسحبها الليلة هيكون عليها اسم شفق. بجد؟ أنت اللي هتكوني معاه على المحروسة. يعني أنا اللي هقضي معاه ليلة عيد ميلاده؟ اضحكي. ده تصرف أهبج مش مقبول من أمير. لما ينتهي عيد ميلاد الخديوي هتتعاقب عقاب عسير، وانت هتطرد لو ما خدتش بالك منه مرة تانية. ازاي يخرج من هنا ومن غير معرفتك كمان؟ شمشيرجي عمر مخصوم منك 2 يومين. اي صباح الخير مقام فريال هان. أمير توفيق صباح الخير. ممكن أشوف أخويا؟ ما اسموش اخويا، اسمه مقام الامير فؤاد. دلوقتي مش هتقدر تشوفه لانه بيجهز نفسه لركوب الخيل وما عندوش وقت يشوفك يا مقام الامير. طيب هو نسي الصندوق بتاعه عندنا، فقلت اجيبه له قبل ما اروح درس الخيل. ماريا خدي الصندوق منه. استنى بس امير فؤاد، البسك الجزمه وبعد كده اتزحزح. خد دول يا شمشيرجي عمر. ايه دول صموك؟ عشان من خصمتهم مامهم منك. لا يا امير فؤاد، انا اخطات وضروري اتحمل خطئي. مش عايزك تبقى طيب قوي كده، انا عايزك قوي. القصر ده مفيهوش مكان للقلوب الطيبه. أنا آسف يا شمشيرجي عمر. الأمير فؤاد ما يتأسفش للشمشيرجي عمر.
ده زمرية. ده الصندوق اللي نسيته في جناح شفقين. الأمير توفيق لسه جايبه حالا. أنا ما نسيتش حاجة عندهم. أمال إيه ده سمو؟ إيه ده؟ بالعنة والشفا. ربنا يخليكم لبعض. وصلة الدم اللي بينكم تبقى أقوى من الكرسي وفتنته. شركن ذوقي وحش قوي. انتوا متأكدين ان فريال هانم هتلبس الفستان ده في عيد ميلاد الخديوي النهاردة؟ ايوه يا صفيناز هانم. شويكار ده عشانكم. انا عايزه الفستان ده يرجع مكانه من غير ما فريال هانم تحس باي حاجه. مفهوم مقامك. وازاي اتضايق في خلال 5 دقايق؟ اعتبريه اتضايق. بونجورنو صفيناز هانم، ضيوفك وصلوا. الحمد لله على السلامه يا نينا. ماتونا حبيبي ماتونا. وحشتيني قوي. اتمنى انك تكوني بخير. كلنا في احسن حال. بنين تطلين. عندنا لكم مفاجآت كبيرات من اجلكم. ايه هي؟ جلينار. جلنار. صفيناز. تعالي يا جلنار. وحشتيني. انتي كمان وحشتيني قوي يا صفيناز قوي. رغم اني ما شفتكيش من زمان، بس كل ما بشوفك بحس اني بشوف نفسي في المرايه. انتي شبهي قوي. شبه في الشكل بس صفيناز. معلش يا نينا، جولنار ملهاش ذنب ان هي اتربت مع والدنا وانا اتربيت مع والدتي على قواعد شركسيه. ربنا يسامحك يا صفيناز، فتحتي باب مش هيتقفل. صفيناز وريني غرفتي فين عشان ارتاح. شويكار من فضلك خدي نينا اوضه الضيافه وخليكي تحت امرها. امر مقامك. طمنيني يا جولنار، انتي وابراهيم عاملين ايه؟ وامتى موعد الجواز؟ للاسف مفيش نصيب، احنا سيبنا بعض وكل واحد راح لحاله. ما تزعليش نفسك، هو اللي خسر. خسر بنت حلوه زيك. صفيناز انا عايزه اقول لك حاجه، بس لو نينا عرفت ممكن تموت فيها. انا حامل. بتقول ايه يا جولنار؟ للأسف. في حاجة يا رشيد؟ صحيح يا أمي، أنت كنت كارية؟ ايه السؤال ده يا رشيد؟ هما بيقولوا كده. هما مين وانا اوريك انا ممكن اعمل فيهم ايه؟ الكلام ده كلام فارغ. اسمعني يا رشيد، القصر ده لما يموت الخديوي هيبقى الواحد بس فيكم. عارف مين؟ لا ما اعرفش. انا بقى عارفه. ليك انت يا حبيبي. فلك نور هنا. ايوه يا شمشير جنور. معاد درس الامير رشيد. اسمعني يا رشيد، انا عايزك تتفوق على باقي اخواتك عشان جلالته يرضى عنك، لانه لو رضي عنك هيفضلك على باقي اخواتك. فاهم يا حبيبي؟ حاضر يا امي. يلا عشان الدرس بتاعك. اوعى
هو حد يشوفني يا مجنون؟ ما تخافيش، انا رديت شمش قبل ما اودعك. عيد ميلاد سعيد جلالتك. شكرا يا صوفيا. سرحان في ايه وسايبني جلالتك؟ شوفي وجه القاهرة يا صوفيا وودعيه، لأني هغيره. جلالتك تغير أي حاجة تحط إيدك عليها. والله؟ إيه الجمال ده؟ ما صوفيا، صوفيا ازاي دخلت الفجأة ديت الجناح الخديوي؟ انت يا استيفان مش مسؤول عن الخدم؟ وانت يا ظابط احمد مسؤول عن امن القصر؟ فخر الدين مش انت مدير القصر؟ وانت ياسين مسؤول عن الجناح الخديوي؟ وانت نينو ازاي الطبق ده يخرج من مطبخك والمتذوقين المسؤولين؟ ازاي حاجه زي دي تمر عليهم؟ نوني بوسيبل سينيوري، دي مش طبق خرج من مطبخ. يو فاتو الطبق بنفسي، دي مش فاكهه بتاعت عصر. يعني ايه؟ يعني في حد اندس من الخدم وصعدها للجناح. دي تبقى فوضى، ده عذر غير مقبول. اسماعيل تخرسوا، كلكم تخرسوا وتسمعوني. كل حاجة هتمشي زي ما هي، محدش يعرف عن محاولة اغتيالي أي حاجة. أجواء الحفل تستمر، مش عايز أي حاجة تعكر صفو العائلة وخصوصاً الوالدة باشا. إسماعيل، القضية دي تتحل في الكواليس. أمر جلالتك. أوعدك إن راس المجرم اللي عامل العملة دي تكون هدية عيد ميلاد جلالتك. جاهزين يا أمراء؟ جاهزين جلالتك. صباح الخير يا أمير توفيق. صباح الخير يا أمير فؤاد. صباح الخير يا أمير رشيد. اللي على كتفك يا رشيد. لقيتها على مراية أمي النهاردة، وكمان لقيت بدلة في الدولاب بس كبير عليا. ياسين تعالى عايزك. جلالتك يؤسفني أبلغك ما قدرناش نقبض على الخاين الدسيس اللي حاول اغتيالك صباحا. بحثنا عنه في كل مكان من غير فايدة. مش هتلاقيه. اصله هنا. هنا فين؟ وراك. الخاين قدامك. سيبتها على درج عشيقتك. خد المسدس واضربه بالنار. ده امر عسكري. عمر، تحب يتنفس فيك بين اربع جدران ولا يتنفس فيك وفيها علنا في ساحة المظالم؟ تنفذه في نفسي جلالتك. Thank you.
أخلص لي في آخر طلباتي كان زمان وعايش مسدس فارغ. لو أطلق على نفسه النار كنت غفرت له خيانته. الخيانة بتقتل صاحبها دايماً. ياسين